قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولا تكاد مكتبة صوتية في العالم الإسلامي تخلو من تسجيلات بصوت الشيخ إبراهيم الأخضر صاحب الصوت الشجي والتلاوة الخاشعة. شارك الأخضر في إمامة المصلين في الحرم النبوي الشريف، وشارك في لجان التحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم.